مستور لا يعلم عن شيء تعالى أنه في الشواذ والمتابعات. نعم أحد له سؤال يا إخوة في هذا الباب؟ لو أحمد أطلق شيخنا قول ما أنكرها في حديث حسين بن واقف، كلمة ما أنكرها قد تحمل عدة معاني. ما أنكرها ما أشد تفردها، ما أنكرها شديدة النكارة أنكرها. فالأحمد اصطلاح خاص في كلمة منكر الحديث. أحيانا الإمام أحمد يعني بكلمة منكر الحديث التضعيف، وأحيانا يعني التفرد، أحيانا يعني بها التفرد. فإنه قال مثلا في محمد بن إبراهيم التيمي الذي يروي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله حديث إنما الأعمال بالنيات، يقول محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث، يقول في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هو من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر، ويقول منكر الحديث أهل المدينة غلطا إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، فيشير. فكلمة أحمد منكر الحديث أحيانا تحمل على التفرد أنه هو الوحيد، أحيانا تحمل على نكارة المتن وغرابة المتن أو انفراده بالمتن. هذا والله أعلم. السلام عليكم.